بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالعبايات الترندات النهاردة جايين من عند أولاد عمار عشان نفرجها لحضراتكم. طبعا احنا النهاردة في المكتب فوق، اللي هو في الدور الثاني مكتب الجملة. هنتفرج النهاردة كمان على الرجالي ونعرف الأسعار والمقاسات. على فكرة في كل المقاسات ده، غير بقى كمان في لانجريهات وفي داخلي فوق والعبايات القمر اللي قدامنا دي. هندخل نتفرج على الفيديو، ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناة، ونبتدي على بركة الله. يا جماعة احنا بنصور من عند اولاد عمار، الحقيقة احلى الازواق اللي ممكن تشوفوها، كل المقاسات. طيب العنوان فين؟ اول حاجة احنا في اسكندرية بكوس. الشارع اللي احنا فيه ده شارع مشهور بال يعني كله محلات ملابس، اسمه شارع العنبري. فين شارع العنبري؟ شارع السوق بقى بتاع بكوس، في شارع متفرع منه اسمه شارع الاسعاف، في ظهره على طول شارع العنبري. النهارده ان شاء الله من مكتب اولاد عمار للجمله، وهنشوف بقى الحاجات الشتوي اللي موجوده هنا. احنا صورنا تحت، السلام عليكم الاول، احنا صورنا تحت في المحل وفرجناكم على الموديلات بتاعتنا الاطفالي واللانجري والداخلي والعبايات القطيفه، عبايات الاستقبال والترنجات، وجينا عشان نكمل بقيه التشكيل لان هنا في المكتب تشكيل اكتر واوسع. اي عروسه اول عبايه بقى هنعرضها، العبايه العين دي طبعا مكسره، كانت الدنيا في الصيف عملنا منها شتوي. تمام، هنفرجها لكم بالوانها كلها. تمام، حلو قوي. تمام، دي خامه كوري. ايوه تمام، الشغل اللي فيها هاند ميد. دي خامه كوري؟ دي خامه كوري، الوانها طبعا ممتازه، في منها اللون المنت ده كده، اللون المنت اللي احنا طلعناه، وفي لون تاني اللون اللي هو اغمق شويه زيتي فاتح اهو. تمام، ده جميل جدا. مقاسات في منها العادي والخاص. تمام، العادي بتاعها هيعمل 280 والخاص بتاعها هيعمل 320. 320 الخاص و 280 للعادي. هما اللونين دول بس ولا في الوان تانية؟ في الوان كتير، في الاحمر، في الاحمر، في انا شايفه كمان عند الاحمر بتاعها، بصوا الاحمر كمان جميل قوي. وفي وده النبيتي بقى، يعني في احمر وفي نبيتي اهي، النبيتي بتاعها ايوه او الطوبي منور، حلو قوي. عندنا شكل تاني برده بيك سايز اهو، ده شكلها على المانيكان برده عشان الناس تشوفها. بكام ده؟ دي بتعمل 275 المقاس العادي و 290 المقاس الخاص. تمام، بصوا يا جماعه في حاجات تانية كمان زي البيجامات دي، ده جميل جدا، حلو جداً. قوي ده، خامه روعه اهو. استنى افرجكم بقى على السنبوله دي، لا خامه جميله جدا، تحفه، والرسمه جميله. البنطلون بقى والفوت وير، البنطلون الكحلي، البنطلون كحلي والفوت وير بتاعته، الفوت وير في برضو دفايات زي كده جميله، ايوه لسه نازله السنه دي، موديلات السنه دي. تمام، خامات طبعا ميلتون وقطيفه، حلوه قوي. في عبايات زي كده الوانها ومقاساتها متوفره، ايوه عبايه زي كده مثلا، ده موجود منها كحلي، موجود منها اسود، موجود منها نبيتي، حلو قوي، كل الوانها موجوده. دي بكام دي؟ دي بتعمل 270، 270 وفي منها كل المقاسات، في منها كل المقاسات. تمام، في حاجات قطيفه برضو، قطعتين زي كده، ايوه قطعتين. مقاساتها لغايه كام دي؟ دي بتبدا معاكي من الميديم للعرايس اللي هي مسافه صغيره، يعني 65 كيلو لحد 95 كيلو. تمام، ادي اهو البنطلون بتاعها زي سويت بانس كده. تمام، سمايل القطعتين اللي هي الحريمي دي هنعرف سعرها 195. تمام، في عبايات برضو كمان، في ناس مش بتحب البيجامات او الترنجات، موجود برضو العبايات اهي، حاجه زي كده. تمام، ايوه تمام، الله ينور. كل المقاسات فيها، فيها الكابيشو كمان، فيها كابيشو عشان محدش يزعل. تمام، الله ينور. طبعا ده غير بقى الحاجات اللي موجوده التانيه، موديلات كتيره جدا. زي الموديل ده يا جماعه، ده موديل خروج، تلات قطع برضو، حاجه تركي كده من الاخر. وكمان الحاجات اللي قدامنا دي، كل البيجامات دي. تمام، في عندنا بقى تشكيله الترنجات الرجالي كتير قوي، مشحم وقطن، عندنا حاجات ووتر بروف وعندنا حاجات قطن. بص الووتر بروف ده، ده عامل 270 جنيه، ده 270 لغايه مقاس كام؟ مقاس يعني من 75 كيلو لحد 95 كيلو، من 75 ل 95 حاجه زي كده برضه. بصوا في حاجه كده، ده قطن، ايوه بطن. وفي كده يا جماعه، في حاجه زي كده، في كذا شكل في بصراحه، الموديلات دي كلها ايوه. وفي موديلات تلات قطع زي اللي فوق ده برضو. برضو تمام، عندنا مصنع راية في الرجالي، الرجالي طبعا. بصوا ده كمان، ده ترينج مقاسات خاصة ده ولا ايه؟ ترينج، لا مقاسات عادية، مقاسات عادية بس ما شاء الله واسع يعني وحلو. ده مقاس 2 اكس، ده 2 اكس لبس معاك لحد 110 كيلو. تمام، الله ينور. البنطلون بتاعه 440، ده 440 يا جماعة.
سويت بانس هو البنطلون. هو اسود بس ولا في الوان منه؟ اسود ورصاصي. ورصاصي بس، تمام. بصوا يا جماعه، وفي ترنجات اهي كمان وعبايات تاني. ده لسه بقى كمان قسم اللانجري، اللانجريهات وكل الحاجات اللي هي يعني تحتاجها العروسه. على فكره في كمان دفايات رجالي. في الدفايه الرجالي القطيفه دي، دي خامه قطيفه متبطنه، دي بقى فيها كل الالوان. دي بني وزيتي، يعني دي الوانها رصاصي، ادي الوانها اهي اسود احمر زيتي جملي، تمام. ودي برضو مقاساتها كبيره، دي مقاساتها كبيره، تلبس معاك من 75 كيلو لحد 100 كيلو كده. بصوا قطيفه بقى، دي السنه دي اول مره نشوفها احنا، تمام. الله ينور. سعرها كام؟ هتاخد قطعه هسيبها لها 200، هتاخد اكتر من قطعه هسيبها لها 175. تمام. التقمه كمان الخمس قطع يا جماعه، دي الحلوه دي، بيجامه وروب والفوت وير زي ما احنا شايفين. في حاجات اربع قطع وفي حاجات خمس قطع، في حاجات عبايات برضو، عبايات تانية اهي لو عايزين برضو العبايات دي. كل المقاسات دي؟ اه دي كل المقاسات بقى. حلوه، الله ينور. بكام العبايه دي؟ بكام العبايه دي؟ 250. 250، تمام. حاجات كتير يعني، حاجات العرايس كلها. دي 200 بس يا جماعه، حلوه قوي، تمام. في حاجه تاني هنا؟ في بقى دفايات برضو، وفي دفايات، وفي اللي هو ده في الترنج الرياضي، وترنج رياضي الخروج بتاع الخروج زي ده كده، والعبايات كمان الرياضيه زي القمر ده كده اهو من مصنع. بصوا ده بتاع خروج تريننج اهو، ايوه جميل قوي. ده بكام؟ ده 275. 275 في كل المقاسات؟ اه في كل المقاسات، تمام. بيك سايز كمان منه بس سعره اعلى شويه. برده البنطلون بتاعه سويت بانس، ده خروج تنفع تروح بيه جيم، نادي، ايوه مشوار قريب ولا حاجه. طبعا في قسم خاص باللانجريهات وبالحاجات الداخليه زي ما احنا شايفين اهي، كل انواع اللانجريهات موجوده. اه حاجات جميله خالص زي ما احنا شايفين. اه كل ده اهي، كل المقاسات كمان موجوده ما شاء الله. دي بالنسبه للانجري، صورنا في تحت وفوق يعني، ما سبناش حاجه. لسه المعرض بقى التالت باذن الله، منتظره جديد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. على فكره يا جماعه في تصفيات كمان لو عروسه مثلا عايزه تجيب. الصيفي ما خليناهوش، لا احنا خليناه وعملنا عليه عروض لكل العرايس، تمام. يعني بكام بقى يا استاذ محمد؟ 300 بقت عامله 150 ونص. زي ايه بقى؟ تعالى نتفرج كده. الحاجات دي كلها 150 جنيه. اي بيجامه، بصوا البيجامه دي مثلا ب 150، تريننج ده ده 200، اللي فوق ده 200، ده 100، حاجات يعني كده. اه ده كل ده 150، 150 اللي فوق ده برضه. احنا ما نقدرش نشيل الصيفي وعملنا عليه خصومات قلنا افضل. حلو قوي، بصوا كل الحاجات دي عليها خصومات بتاعت الصيف، تصفيات بقى زي اللي تحت دي كمان. الثلاث قطع دي بكام؟ الثلاث قطع دي 200. 200، بصوا شكلها حلو ازاي. وفي سالوبيتات وفي كل حاجه. ده كده توريني ال 100 ده، وريهوني كده. بصوا يا جماعه ده كده ب 100 تصفيات برضو، تصفيات ترنجات صيفي عرايسي كده حلوه. وعندنا الكاشات ب 50، تمام. وفي السالوبيت بقى برضو نفس الكلام، 100 وفي حاجات ب 100 وفي حاجات ب 120، تمام. عندنا كمان تشكيل داخلي، داخلي كامل. وفي طبعا الحاجات بقى الداخليه كلها، البراهات والاندرات وكله، ايوه وكل حاجه طبعا. هنا زي ما قلنا من ثلاث قطع، من ثلاث قطع جمله، جمله باذن الله. طبعا فرجناكم على كل حاجه. في انتوا بتفتحوا بقى كل يوم؟ ان شاء الله الميعاد الساعه 11 لحد الساعه 12 بالليل، من 11 لغايه 12 بالليل يوميا، وفاتحين طول ايام الاسبوع، تمام. ايوه في حاجات تانية برضو داخليه وكده، تمام. كده يكون خلص الفيديو بتاعنا، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على فكره ليهم صفحه هبقى اسيب لكم ان شاء الله الرابط بتاعها باذن الله في الديسكريبشن بوكس. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.